السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احبتي مشاهدي قناتي قناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد، ارحب بكم. وقبل ما تبدون الفيديو حبيت ان اسجل هذا المقطع البسيط انه سوف يتم فتح جروب على رقم الموجود في صندوق الوصف، رقم الواتساب راح يتم فتح مجموعة في الواتساب، وهذه المجموعة تهتم بالآراء وأيضا تهتم باللي عنده سؤال عن العود وعن الموسيقى محتاج أجاوب عليه، أو محتاج كدورات موسيقية خاصة أيضا حاضر وموجود على الخط وموجود لدورات موسيقية يوم بالأسبوع يومين في الأسبوع، هاي بالنسبة للعراق. اما في دول الخارج اؤكد على سكايبي اللي هو عنواني، اؤكد انه دورات للخارج للطلبة الخارج موجودة على السكايبي اللي على عنواني zzz.h1976. هذا هو عنواني وراح اترككم اياه في صندوق الوصف اسفل. اما في العراق الحبيب في بغداد موجود، انا كمحاضر واستطيع الذهاب لهم الى البيوت. شكرا لكم، وهذه ملاحظه جدا مهمه، وتعالوا يعني نروح الى الجروب الموجود في الواتساب، والجروب هو عنوانه جروب زياد هادي لتعلم العود أو الموسيقى أو الغناء. شكرا لكم، تحياتي.